على فكرة انت لسه قايلني ممكن نخلص المرة دي الساعة 5 عليا ولسه قبليك بخمس دقايق ان انا اخلي المحاضرة الساعة 6:30. اسمعوني يا جماعة، في ناس تانيين التمست مني ان انا اخش المحاضرة متأخر شوية عشان يحاولوا يصلوا الغدا. فاللي عايز اقوله ان احنا نوصل لميعاد معين نرضي كل الناس ده الاتحاد، واللي هيرضيني مش هيرضيكم. وعشان كده احنا بنقول ان الميعاد ليا كمان الميعاد بتاعكم بيقطع. عشان كده بنقول ان تحديد الميعاد دوت من اختصاصات الاداره. يعني حتى انا مش حر دي قوي. ليه؟ لان هم برضو مرتبطين بالقاعات الاداري عندهم. فانا رايي احنا نخلي المحاضره زي ما هي 6 ونيجي 6:30 ونخلص بقى شويه. مش محتاجين احنا الوقت ده كله، انتوا مش حريصين ان خلاص يا جماعه نبدا على الموضوع ده ونبدا على الموضوع. يا جماعه الانتظار بقى شويه، الوظيفه العامه مده الوظيفه الترم ده مسجل فيها طلبه كتير قوي، فاحنا مش عايزين يعني كل العدد يضيع كتير من وقت المحاضره او يضيع كتير من منها. ماشي؟ طيب لو جينا نتكلم عن قانون الوظيفه العامه، زي ما قلت لكم المحاضره اللي فاتت ان منهج الدراسه بتاعنا هيكون متقسم على قسمين، قسم للاسس العامه للوظيفه والقسم الثاني للتقديم. يعني القسم الثاني لوحده للتقديم، مخصص نص تقريبا في الدراسه للتقديم، تقديم الموظف العادي. ليه التقديم بالذات؟ لان مذاعات التقديم ليها اهميه كبيره جدا من غير محل. من الجهه الواقعيه وفي الواقع العملي منازعات التقديم في غايه الاهميه. والاسس العامه ده انا هتناول فيها ايه؟ هتناول فيها اول حاجه باب تمهيدي. باب تمهيدي، الباب التمهيدي دوت انا هخصصه لمفاهيم. المفاهيم ديت يعني مش قانونيه، مش في عصب القانون قوي، لكنها مفاهيم ضروريه علشان تدخلنا لدراسه القانون بتاع الوظيفه العامه. دوت الباب التمهيدي. يبقى الباب التمهيدي هيكون فيه مفاهيم اساسيه متصله بالوظيفه العامه. طيب بعد كده الباب الاولاني هتكلم فيه على اليه الدخول في الوظيفه العامه والخروج منها. واحنا عندنا القانون جاب لنا احكام كتير جديده في الموضوع ده، سواء في الدخول سواء في الخروج. في الدخول قفل الباب شويتين ثلاثه وفي الخروج فتحوا على الصعيد. طيب بعد كده هتكلم عن نظام تقويم الاداء، ودوت النظام الجديد اللي جاب فيه قانون الخدمه المدنيه لتقييم كفاءه الموظف العام وقيامه ومدى قيامه بواجبات وظيفته. نظام تقويم الاداء دوت مرتبط ارتباط اساسي بالتغطيات. يعني نظام تقويم الاداء، احنا ليه بنقيم الموظف ونشوف هو كفء ولا مش كفء، جاد في عمله ولا مش جاد في عمله، ليها اثار كتيره اهمها موضوع التغطيات. طيب عشان كده الباب اللي بعديه على طول اللي هو الباب الثاني هنتكلم فيه عن حركه الموظف العام.
حركة الموظف هو ممكن يتحرك أفقيا، قصدي أنا آسف، رأسيا يطلع لفوق يعني الباب، وممكن يتحرك بالنفس أو الندب أو الحلول أو عقبات وعقبات من جزئين في الجميع كده بإذن الله بالعربي. للأعراض. والقانون جاب أحكام كتير جديدة في موضوع إيه؟ في المواضيع دي كلها. طيب يبقى دوت الباب الثالث. الباب الرابع بقى هنتكلم فيه عن إيه؟ عن حقوق وواجبات الموظف العادي. الحقوق هخليها القسم الأول اللي هي أو الفصل الأول اللي هي أهمها، الحقوق المالية والأجازات. والواجبات هخليها القسم أو الفصل الثاني. دوت كده هو القسم الاول للدراسه. طيب لو جينا نبدا بقى اكثر تعمق، هنركز دلوقتي على ايه؟ على باب التسجيل. المفاهيم الاساسيه. نقطه البدايه هي ان القانون كائن اجتماعي. القانون كائن اجتماعي. قاعده القانون بتيجي لمواجهة ظروف اجتماعية معينة أو ظروف معينة في مجتمع معين. يعني هو أساسا غرضها مش جوه القانون ذات نفسه. غرضها جاي من بره ليه؟ القانون، وهي مواجهة ظروف معينة. ديت حاجة. اتنين، لما القاعدة القانونية بتطبق في بلد معين القاعدة ديت بتتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد ده. عشان كده بيفرقوا دايما بين النص القانوني كنص والقاعدة القانونية. يا أولاد أنا شايفكم مهتمين أوي بالكتابة، خليكم معايا تفهموا، حاولوا تفهموا اللي أنا بقوله عليه ده. حاولوا تفهموا اللي أنا مغلوب عليه، سيبكم من الكتابة دي. النص والقاعدة القانونية. عارفين النص؟ افتح القانون هتلاقي فيه نصوص، المادة مش عارف رقم واحد، المادة اثنين، المادة ثلاثة، المادة الأولى مثلا بتقول كذا 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 كذا. ده اسمه النص. حب الكلام على ورق. صح؟ لما بتيجي نطبقها بقى في الواقع العملي بتطلع لنا من النص حاجة اسمها القاعدة القانونية. القاعدة القانونية، يعني النص دوت موضوعه ايه؟ يأمر أو ينهي. موضوعه ايه؟ طيب القاعدة ديت مش بس جاية من الكلام اللي مكتوب، لا ده كمان بيخش فيها تفسير الجهات الإدارية. هو أنت عشان تطبق نص معين بتعمل كده تطبقه خط رسم ولا بتفسره؟ بتفسره. مين اللي بيتولى التفسير؟ الجهة المأمور بيها تطبيق القانون ديت واحد. اتنين، في حد المنازعات القاضي هو اللي بيتولى التفسير. طيب التفسير ده عمل ايه؟ عمل بشري. يعني ايه؟ يعني القاضي هو بيفسر نص قانوني معين او الاداره وهي بتفسر نص قانوني معين هي بتقوم بعمل ذهني بشري. العمل دوت بيخش بيه تجارب الإنسان الحياتية. تجارب الإنسان الحياتية وبيخش فيه شخصية حتى الإنسان اللي بيفسر. ممكن تلاقي واحد متشدد فيفسر النص على نحو إيه؟ متشدد. وممكن تلاقي واحد تاني يعني إيه؟ مياسر. مياسر أنا كنت هقول متساهل بس مياسر ده بس مياسر ده يعني أدق في التعبير. شكرا. واحد تاني ميسر يعني ايه؟ بيحاول ان هو يعني ما يعقدش الامور. وواحد تالت تلاقيه متساهل خالص فاتحها على البحر. كويس؟ يبقى النص قصده حاجه وهو يقول لنا حاجه تانيه خالص ما تعرفش ازاي. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتشوفوها ولا ما بتشوفوهاش؟ طيب يبقى معنى كده ايه؟ ان القاعده القانونيه غير النص، النص كلام جامد.
انما القاعده ديت بتتاثر فعلا بظروف المجتمع اللي راح تطبق فيه. ما هو القاضي برضه او الاداره وهي بتطبق النص لازم تاخد بالها من ظروف المجتمع اللي هي بتطبق فيه النص ده، لازم تاخد بالها من الواقع اللي النص طالع له، اللي النص رايح يطبق فيه. عشان كده احتمال ويمكن بيحصل ان احنا نشوف نص قانوني بيقول حاجه وتلاقي القاضي طبقه بطريقه ثانيه خالص، او الاداره بتطبقه بطريقه ثانيه خالص، تقدر تيجي تقول لها ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ تقول له انا فصلت، انا عملت ايه؟ فصلت، انا فصلت. فالقاعده القانونيه ممكن تكون مختلفه عن ايه؟ عن النص، وهي بتجد مصدرها في الاخر في النص اللي قصده وجوده. ارجع تاني للموضوع ان قاعده القانون هي شرط التزام، والنص القانوني ما هوش شرط التزام. ده هو طالع عشان يواجه ظروف معينه مجتمع معين، والقانون زيه زي الانسان كائن اجتماعي بيتاثر بظروف المجتمع اللي هو بيطبق فيه. ونجاح نص قانوني معين او نجاح قانون معين محكوم في النهايه بايه؟ بظروف، بمدى استجابته، بمدى استجابه النص او بمدى استجابه القانون لظروف المجتمع اللي هو يطبق فيه. عشان كده لازم اعرض لكم مفهوم الوظيفه العامه او ايديولوجيه الوظيفه العامه من الناحيه الاجتماعيه. الجزء دوت ما هواش قانون قوي، دوت علم اجتماع قانوني. احنا عندنا لما بتيجي ننظم في البدايه خالص، لما يجي المشرع ينظم موضوع الوظيفه العامه، لازم ياخد باله من المجتمع المرتبط به القانون فيه، ولازم ياخد باله من الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه للمجتمع. لو اغفل الظروف ديت القانون هيأتي غير مستجيب لحاجات المجتمع وظروفه، وبالتالي القانون عايش. او القاضي هيفسره بطريقه ثانيه خالص، لان القاضي منهجه عملي. الأرض أو الإدارة حتى لما بتيجي تطبق، لما بتيجي نطبق، إحنا بندور دايما على الحاجة اللي تمشي لنا المركب مش توقفها. بندور دايما على الحاجة اللي تمشي لنا المركب مش توقفها. طيب الموضوع ده علاقته إيه باللي أنا بقوله؟ بكل بساطة إحنا لما نيجي نطبق الوظيفة العامة أو لما نيجي نشوف الوظيفة العامة هنلاقي إن كل بلد بتتبنى مفهوم للوظيفة موافق بظروفها الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه. احنا لو جينا نبص لمفاهيم الوظيفه العامه في العالم هنلاقي مفهومين، في المفهوم الامريكي والمفهوم الاوروبي. هنلاقي مفهومين امريكي واوروبي. الاثنين مختلفين عن بعض تماما. والاثنين مستجيبين لظروف المجتمع بتاعهم اللي اوجدته. هنلاقي عندي الوظيفة العامة وفقا للمفهوم الأمريكي هي عمل يقوم على التخصص الدقيق، يقوم بالفرد فترة معينة منه، يبقى هي عمل بيقوم على التخصص الدقيق، الفرد بيقوم بيه فترة معينة. طيب الوظيفة العامة وفقا للمفهوم الأوروبي مش كده. الوظيفة العامة وفقا للمفهوم الأوروبي هي مهنة. شوفوا الأولانية عمل والتانية إيه؟ مهنة. مهنة بينتظم فيها الفرد لفترة طويلة من حياته، وبيخضع في مباشرتها لتنظيم قانوني خاص يختلف عن ذلك الذي يحكم علاقات العمل في القانون الخاص. هي مهنة الفرد بينتظم فيها لفترة طويلة من حياته، بيخضع في مباشرتها لتنظيم قانوني خاص. ولما نيجي نقول خاص يبقى ايه؟ بالمقارنة بالعموم، العموم جاي منين؟ اللي هو القانون الخاص، علاقات العمل الفردية. طيب، وبناءً على كده هنلاقي إن المفهوم الأمريكي للوظيفة العامة بيتميز بعدة خصائص. الخصائص ديت مخالفة لخصائص المفهوم الأوروبي للوظيفة العامة. إيه هي خصائص المفهوم الأمريكي للوظيفة العامة؟ أول حاجة
الوظيفه العامه في امريكا عمل قائم على التخصص. يعني انا بشوف الوظيفه اللي عندي ايه او العمل اللي انا عايزه ايه وانزل اعلان عشان اعين ناس يقوموا بالعمل ده. لا يهمني سنهم، ما يهمنيش سنهم ولا يهمني مؤهلاتهم. تبقى واخد دكتوراه بس مثلا احنا نازلين اعلان احنا عايزين فراش يبقى تيجي تشتغل ايه؟ عاجبك قدم، مش عاجبك ما تقدمش. كويس؟ ما يهمنيش ان انت عندك 70 سنه او مثلا 60 سنه او 50 سنه او 18 سنه، دي حاجه ما تهمنيش. انا اللي يهمني ايه؟ العمل. انا جايبك عشان ايه؟ العمل ده. العمل ايه؟ العمل ده. اتنين، لما بيجوا يرتبوا الوظائف، احنا برضه لسه في التخصص، لما بيجي يرتبوا الوظائف بيتم ترتيب الوظائف، وده عمليه ترتيب الوظائف المفروض اي مؤسسه معينه جواها حاجه اسمها الهيكل الاداري للمؤسسه. الهيكل الاداري عباره عن وظائف مترتبه فوق وظائف مترتبه فوق وفوق وظائف لغايه ما نوصل للوظيفه اللي على قمه هذا الايه؟ اللي على هذا الهرم. طيب الوظائف بتترتب بناء على الايه؟ على التخصص او بناء على العمل. بيترتب على احترام المفهوم الامريكي على التخصص نتيجه مهمه جدا. ارتباط الموظف بالوظيفه. يعني المفهوم الامريكي ما فيهوش نفي. سعادتك مثلا لو الوظيفه مش محتاجينها هنعمل ايه؟ هنلغي الوظيفه وننهيها في مكان تاني. ده الكلام ده لو انت موظف هنا في مصر او في البلدان اللي بتاخد بالمفهوم الاوروبي. لو انت في امريكا هيقول لك لا اتفضل بالسلامه. الموظف مرتبط بايه؟ بالوظيفه. ما فيهوش ترقيات، احنا معينينك على وظيفه معينه. عايز تفضل فيها؟ افضل فيها، بس هتفضل طول عمرك فين؟ في الوظيفه دي. طيب انت شايف ان الوظيفه دي لا تتناسب مع مؤهلاتك والكلام ده وان انت المفروض تترقى. الوظيفه اللي فوقيك بيعملوا كل فتره دوريه اعلان عنها. استقيل من وظيفتك وحدد في الوظيفه الثانيه. فاهمين الدنيا ماشيه ازاي؟ طيب كمان ولما تيجي تقدم الوظيفه الثانيه ديت وتتعين فيها انت ما بتتولاش انت ما بتترقاش، انت جاي تتعين تعيين مبتدا في وظيفه جديده. كويس؟ يبقى اهم حاجه في المفهوم الامريكي التخصص، العمل اللي انت بتقوم بيه، العمل اللي انت بتقوم بيه. اثنين في التعقيد. دكتور يعني هي متدرجة بس مش مترقة؟ هي متدرجة ومترقة بس على أساس الوظيفة مش على أساس الموظف. يعني إحنا ملناش دعوة بالموظف على أساس الوظيفة. يعني أنا مثلا اتعينت على وظيفة ساعي مثلا. اتعينت على وظيفة اتفضلي يا عم. اتعينت على وظيفة ساعي. المفروض بعد 10 سنين مثلا او مثلا بعد 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين بعد فتره معينه تبقى كبير سعادي مثلا. كويس؟ وظيفه كبير السعادي موجوده. بس انا عشان امسك كبير سعاد لازم اروح اتقدم زي ما كل الناس اللي عايزه تتقدم للوظيفه بتتقدم. ولو تم اختيارك في وظيفه كبير سعاد هتعين تعيين مبتدأ على وظيفه كبير السعاد. على فكره الكلام دوت ما هوش غريب عندنا في مصر، احنا عندنا كادر الجامعه كده. يعني انا مثلا وانا مدرس مساعد عشان اتعين وابقى عضو هيئه تدريس او مدرس لازم لي مؤهل معين ولازم يصدر قرار مبتدا بتعييني منين؟ من رئيس الجامعه. بتعييني على وظيفه مش ما اسمهاش ترقيه. بس الجامعه كادر ايه؟ كادر خاص. طيب بالنسبة لبقية الموظفين عندنا في مصر، لا موضوع الترقية ايه؟ موجود. طيب في مين عايز يسأل؟ اتفضل. لا هقول لحضرتك بس مش أبناء عاملين فيها. ها؟ أبناء عاملين مفيش. في أمريكا. أنا عايز أقول لك حاجة. أنت كويس إن أنت أصبت الموضوع. زميلكم بيقول لي أمريكا ما فيهاش أبناء عاملين.
هي ما فيهاش ابناء عاملين، بس بمعنى ايه؟ التعيين في الوظيفه بيكون على اساس الكفاءه والدراسه. واوروبا كمان ما فيهاش ابناء عاملين، مصر بس. وده من المفاهيم الثقافيه الخاطئه اللي مرتبطه بالوظيفه العامه عندنا في مصر، واللي هنتكلم عليها قدام في اليه التعيين في الوظائف العامه. طيب بعد كده التأقيم، الخصيصه الثانيه التأقيم. الامريكان بيبصوا للشغل، بيبصوا للوظائف عندهم، وانا بقول لكم الموضوع جاي مرتبط بثقافه المجتمع بالقدر الاول. الامريكان بيبصوا للشغل على انه شغلانه مؤقته، بيبصوا للوظيفه العامه على انها شغلانه مؤقته، هو هيشغلها لما مصلحته تقتضي انه يشغلها، وهيشغلها لفتره محدده وبعد كده هيسيبها. هو جواه في تكوينه الثقافي كده، هو جواه. على فكره يا جماعه، امريكا كبلد ليها ثقافه خاصه جدا، الحياه عندهم قايمه دايما على التغيير السريع. اوروبا برضو فيها كده، بس التغيير فيها مش سريع قوي زي امريكا. امريكا بلد التغيير فيها سريع جدا. يعني ايه؟ انت تلاقي الموظف قاعد سنه او اثنين او ثلاثه، وبعد كده جاي قال لك ايه؟ انا مش مناسباني الوظيفه ديت، انا اروح اعمل دراسات ثانيه، اخد مثلا ليسانس، او اخد مثلا دبلوم، او اخد حاجه زي كده، وبعد كده اتقدم لوظيفه ثانيه. فهو بالنسبه له يسيب الوظيفه اللي هو فيها، دي حاجه سهله جدا وعادي جدا. عارفين ليه؟ لان في 100,000 وظيفه ثانيه مستنيه برضه، فهو مش هيموت من الجوع. وفي نظام اللي هو نظام اعلاء البطاله والكلام ده، هم بيشتركوا فيه ارباب العمل اللي هم اصحاب المشروعات، ملتزمين ان هم يشتركوا العمال بتاعهم فيه. هو ممكن يقعد سنه او سنه ونص من غير ما يشتغل، وهم يصرفوا عليه يدفعوا له عقد البطاله. الشماش في فرنسا. هم يصرفوا عليه يدفعوا له عقد البطاله، دي حاجه عاديه جدا عندهم. كويس؟ احنا عندنا هنا في مصر واحد طلع بره الوظيفه اللي بقى يحصل. في نفس الوقت هو كموظف عايز يتعلم جديد عشان يترقى. فمثلا يشتغل في وظيفه ويسيبها، يطلع يدرس شويه، وبعد كده مش هروح يقدم على نفس الوظيفه، لا ده هيروح يقدم على وظيفه ثانيه خالص وهياخدوه فيها، لان كميه الوظائف عندهم كبيره جدا. تخيل يا جماعه، احنا بنتكلم على امريكا اقوى اقتصاد في العالم، الشركات متعدده الجنسيات، موارد مهوله. فعشان كده بقول لكم ان مفهوم الوظيفه في اي بلد بيتناسب او جاي متوافق مع ايه؟ مع ثقافتها. ماشي اتفضل. ده دكتور، هو عنده 12% بطاله، وكان دي من الحاجات اللي بيعاني منها اوباما رئيس الستارت. ماشي، شكرا. اتفضل. زميلكم بيقول ازاي وهو بيعاني عنده 12% بطاله. طب انتوا ايه رايكم؟ نسبه 12% بطاله نسبه عاليه مرتفعه؟ بالنسبه للاقتصاد الامريكي عاليه ده دلوقتي، ودي كانت عامله لهم مشكله ال 12%. تخيل بقى في بلدان تانية نسبة البطالة بتوصل فيها 30% أو أعلى من كده. احنا عندنا كام؟ معرفش، ما عنديش إحصاء، بس تخيلوا الوضع هيبقى عامل إزاي. ودي أمريكا. وأنا عايز أقول لك حاجة، في أحوال كتيرة إن البطالة بيكون هو عايز يقعد. هو عايز يقعد يستريح من الشغل وقرف، فيقعدوا سنة مثلا، يسيب الوظيفة اللي هو فيها، والجماعة بتوع المؤسسات الاجتماعية أو مؤسسات البطالة هيصرفوا عليهم مدة السنة دي. طيب، هو كمان احنا مثلا عندنا هنا في مصر، لو عندنا موظف شغال في وظيفة معينة ولقى عمل أفضل في القطاع الخاص، استجاب بدون مرتب. لا، عايزين الوظيفة على طول يروح القطاع الخاص؟ لا، هيتردد مليون مرة، صح؟ عندهم في أمريكا لا، نظرا لأن الوظيفة ليها طبيعة مؤقتة.
هي كده كده الوظيفه لها طبيعه مؤقته، وهو كده كده التعقيد ده مصلحته هو ومصلحه العامل للاسباب اللي انا قلتها، وهو كده كده التعقيد ده ومصلحته هو. فاللي بيحصل ايه؟ اول ما بيشوف وظيفه ثانيه طلعت احسن بيروح جاي جاري يعني. طيب الحاجه الثالثه المساواه. امريكا من دايما كومولوج، يعني ما عندهمش خلاء إداري. المبدا اللي بيهيمن عليهم اللي هو المساواه بين الدوله والايه والافراد كقاعده عامه، فيها استثناءات طبعا، بس المبدا المهيمن هو مبدا المساواه بين الدوله وايه والافراد. فالدوله ما بتديش للموظفين بتوعها امتيازات خاصه، ده بالعكس يمكن الامريكان بيبصوا للوظائف ان هي بتديهم اقل من حقهم اللي ممكن يوفروا لهم الايه القطاع الخاص. فعشان كده هم الامريكان يعني مش متمسكين بالوظيفه ديت قوي، بالنسبه لهم مش حاجه كبيره. وزي ما قلت لكم فرص العمل المتاحه في امريكا مهوله، فرص العمل المتاحه في امريكا مهوله. فعشان كده هو مش همه قوي ان الدوله توفر له مثلا 500,000 وظيفه ولا مليون وظيفه ولا الكلام ده، ده بالنسبه له ما يفرقش، ده حتى مجال مش ايه مش جذاب قوي بالنسبه له. طيب ده المفهوم الامريكي للوظيفه العامه. المفهوم الاوروبي، المفهوم الاوروبي بقى على الدرجه الثانيه خالص. المفهوم الاوروبي للوظيفه العامه بيعتمد حاجه اسمها الدور الاجتماعي للدوله، حاجه اسمها ايه الدور الاجتماعي للدوله. يعني ايه الدوله ليها دور اجتماعي؟ اقول لهم هما بيبصوا ان المجتمع لما تيجي تنظمه لازم تبقى فيه طبقه وسطى، الطبقه الوسطى ديت هي اللي بتحافظ على توازن المجتمع، هي دي بالنسبه لاي دوله يعني مخزن القيم بتاعتها، مخزن القيم الاجتماعيه بتاعتها ومخزن العلم عندها. الناس بتوع الطبقه الوسطى دول لا ناس اغنياء قوي ولا ناس فقراء، يعني هم في النص، معاهم ان هم ياكلوا ويشربوا ويسكنوا ويعلموا عيالهم تعليم كويس. انتوا عارفين ساعات الغنى الفاحش بيكون يعني ايه؟ بيكون دي مساوئ كتيرة، وساعات برضو الفقر الجامد والفقر اكيد طبعا دي مساوئ كتيرة، لكن الطبقة اللي في النص دول بيبقى عندهم ايه نوع من انواع التوازن. في احوال التوازن دول بتبقى القيم الاجتماعية محفوظة اكتر عند الناس بتوع الطبقة الوسطى عادة، وكقاعدة عامة بتكون القيمة الاجتماعية محفوظة اكتر، القيم الاجتماعية محفوظة اكتر. كل مجتمع وكل بلد ليها ثقافتها وليها قيمها الاجتماعية. كمان زيادة عن كده وعن كده، الطبقات دي هي اللي عندهم وبالقدر الأول العلماء، لأن هم معاهم فلوس إن هم يعلموا إيه؟ يعلموا عيالهم ويصرفوا على تعليمهم. فالدول كلها بتبص للطبقة الوسطى على إن هي ديت يعني إيه؟ رمان بالميزان، هي ده الجدار الشديد بتاعها اللي هي بتستند ايه؟ اليه، سواء في نهضتها، سواء في مؤسساتها، سواء في علمها، سواء في كل حاجه. طيب الدور الاجتماعي للدوله، الاوروبيين مقتنعين ان الدوله لازم تنشئ طائفه اجتماعيه معينه او فئه اجتماعيه معينه. الفئه ديت ليها حصانات وامتيازات او ليها امتيازات معينه بالمقارنه بعقود العمل الخاص، هتديها ثبات واستقرار، هتديها ثبات وايه واستقرار، وبالتالي الطبقه المتوسطه هتكبر، الطبقه المتوسطه هتكبر نتيجه ايه؟ نتيجه اضافه الموظفين اللي الدوله بتديهم رواتب شهريه بصفه مستقره، والمفروض ان الرواتب دي تعينهم وتغنيهم هم وعيالهم. فمعنى كده ان الناس الموظفين بقوا طبقه ايه؟ بقى طبقة وسطى. الطبقة الوسطى بتاعت الدولة تكبر، ده معناه ايه؟ معناه
قوة للدولة، معناها ثبات للدولة. الدولة بالمفهوم الاجتماعي وثبات للمجتمع بتاع الدولة. فهي النظرية الأوروبية بتقوم على ايه؟ ان احنا ندي الموظف دوت نعترف له بامتيازات بتفوق حتى الراجل اللي هو شغال في شغلانه خاصه او شغال عند حد، تفوق العامل في عقود العمل الخاص. ليه هي بتعمل كده؟ ليه؟ عن قصد ايه؟ قصدها ان هي تخلي طبقه ثابته في المجتمع. الطبقه الثابته ديت هتمثل رمانه النظام بتاعت الايه؟ بتاعت المجتمع. وطبعا هيضلوا ان هم يعلموا عيالهم، وهيبقى عندهم علم، وهيبقى عندهم ثقافه، وعندهم حاجات كتير. طيب عشان كده هنلاقي ان الوظيفه العامه عندهم مفهوم يتسم بالدوام. مفهوم يتسم بالايه؟ بالدوام. يعني بالنسبه لهم الوظيفه العامه مهنه. عارفين مثلا دكتور، احنا مثلا واحد اتعلم كليه الطب وبقى دكتور، هيمارس الطب ده سنه ويجي يخلع؟ لا، ده هيقعد طول عمره ايه؟ دكتور. زي بقى الموظف، ده هيقعد طول عمره ايه؟ موظف. هيخش الوظيفه العامه في سن ايه؟ في سن صغيره، ويقعد فيها فتره طويله جدا في حياته، وهيقعد في الفتره ديت متنقلا بين ايه؟ بين درجات. طيب فهنلاقي اول حاجه على مشترك التخصص الدقيق. الوظيفه العامه في المفهوم الاوروبي مش مشترك فيها التخصص الدقيق. مش لازم ان انا اجيب مثلا ايه؟ ساعد خبير لشؤون السعاده، ولا لازم مثلا ان انا اجيب مدير او اعين مثلا موظف شعب عقاري خبير في امور الشعب العقاري. مش لازم مثلا ان انا اعين مثلا على غرار ذلك في اي وظيفه. اما انا بعمل ايه؟ انا بجيب اللي انا عايزه، عنده قدر بس عنده المبادئ اللي تؤهله انه يعني ايه يقدر يزاول المهنه ديت. لو ادينا له تدريب فيها، لو ادينا له تدريب فيها يقدر يزاول المهنه ديت. فبجيب واحد عنده قدر معين من التعليم والتكوين العلمي او التكوين المهني على حسب الوظيفه، يمكنه انه يزاول الايه؟ الوظيفه ديت. وابدا بقى انا كدوله اخده ادربه اعلمه. ابدا انا كدوله اخده ادربه اعلمه. ده الامريكان ما عندهمش الكلام ده. انت جاي، يبقى جاي انت خبير في المجال بتاعك، جاي تخصص على مجال معين اشتغل فيه فتره معينه وبعد كده تسيبه وتتكل على الله. انما التاني هو لما بيصرف على الموظف هو بيستثمر فيه. هما لما بيصرف على تعليمه وتدريبه والكلام ده هو بيستثمر في الموظف. وهو دوت جزء كبير جدا من موضوع التنميه البشريه. ازاي انت هتنمي الطاقات اللي عندك من غير ما تستثمر فيها؟ من غير ما تستثمر فيها. طيب يبقى انا ما بشتغلش في الموظف التخصص الدقيق. وعشان كده مثلا ممكن تلاقي ضمن اختبارات القبول مثلا في فرنسا او في انجلترا او في غيرها من الدول، انت مثلا داخل تتولى وظيفه معينه مثلا او يعني وظيفه قانونيه، ليس اسئله في التاريخ. هو هدفه اختيار افضل العناصر بغض النظر عن التخصص الدقيق في الموضوع ده. او يقول لك انا هكونه تخصص دقيق، اهم حاجه بس ان انا اخد افضل العناصر من حيث الايه؟ من حيث المجمل. ديت نقطه. تاني نقطه ان هم غالبا في المفهوم الاوروبي الوظيفه العامه او الدول اللي كانوا فيها بيشترطوا انه ما يكونش تعدى سن معين، لان المفروض ان هو هيقعد في الوظيفه فتره طويله من حياته. طيب عدم اشتراط التخصص للدقيق دوت معناه ان الموظف مش مرتبط بالوظيفه او بالعمل اللي هو بيقوم بيه على وجه حتمي. ده الاداره ممكن ايه؟ تنقله. الاداره ممكن تلاقيه، ممكن يسيب الشغل ده ويمسك شغلانه ثانيه. الامريكان ما عندهمش الكلام ده خالص. مش من حق الدوله ابدا ان هي تنقل موظف. لو عملت كده يبقى خطا عقدي على طول، ويقدر ان هو يطلب التعويض عنه. طيب الموظف وفقا للمفهوم الاوروبي بيتميز بوضع قانوني خاص.
عشان كده احنا بنقول المركز القانون الموظف العام عندنا في مصر هو مركز تنظيمي تحكمه القوانين ولا ايه؟ واللوائح. هو القوانين واللوائح ده جاي بتعمل ايه؟ بتكرر وضع قانون خاص يختلف عن عقود العمل الفرديه، صح؟ والا لو كان كده ما كناش عملناها قوانين لوائح وخليناها كلها عقود عمل فرديه. امريكا ما فيش الكلام ده، امريكا هي عقود فرديه زيها زي عقود العمل اللي ماشيه ايه؟ اللي ماشيه برضه. طيب المفروض ان القوانين واللوائح وهي بتكرس الوضع القانون الخاص دول تحرص على ان هي توفر للموظف ضمانات ومزايا مش موجوده في عقود العمل الفرديه. ضمانات ومزايا مش موجوده في عقود العمل الفرديه. طب احنا بنديله الضمانات والمزايا ديت ليه؟ مش بنديها له عشان نضرب منها تدليل مثلا، احنا مش عايزين ندلعه. انا زي ما قلت لكم الغرض الاساسي منها ان انت تدي للوضع دوت والوضع الوظيفي دوت او الوضع الشخصي دوت حصانه معينه، استقلال معين، ثبات معين، قوه معينه. طيب ممكن جدا لو هو عنده تكوين بتاع المهنه الثانيه يشتغل في المهنه الثانيه. مش عنده تكوين وعنده خبره ممكن يشتغل عادي. طيب الدول بقى لو جينا نبص لخريطه العالم هنلاقي ان المفهوم الامريكي للوظيفه العامه مفهوم محدود جدا، يعني الدول اللي بتطبقه دول محدوده جدا بالمقارنه بدول المفهوم الاوروبي. المفهوم الاوروبي اغلب دول العالم بتاخد منه. دول اوروبا في معظمها او في اغلبها الاهم بما فيها انجلترا بتاخد بالمفهوم الاوروبي، على الرغم من ان انجلترا من دول الكومنلو، الدول اللي فيها نظام قانوني واحد، بس هي برضه بتحرص على ان هي تدي الموظفين بتوعها وضع خاص. بالنسبه بقى لثقافه العمل او ثقافه الوظيفه العامه، الوظيفه العامه وفقا للمفهوم الاوروبي بتعد ايه؟ خدمه عامه. انت داخل بتخدم الدوله وبتخدم المواطنين بالقدر الاول، فهي فيها بعد وطني نوعا ما. اما الدول اللي بتاخد بالمفهوم الامريكي هي شايفه ان الوظيفه العامه عمل زيه زي اي ايه؟ زي اي عمل، لا فيه بعد مش عارف ايه ولا فيه بعد وطني، اهم حاجه المواطن. طيب وطبعا في المفهوم الاوروبي برضه اكيد الماده بتلعب بدور كبير جدا، بس يظل برضه البعد بتاع الخدمه المدنيه ده، ودوت يمكن من الجوانب اللي جاي القانون الجديد ياكد عليها. اللي هو جانب الايه؟ الخدمه المدنيه، انت بتعد خدمه على غرار الخدمه العسكريه ولكنها خدمه ايه؟ مدنيه. الثقافه دي مش موجوده في امريكا خالص. طيب يمكن ابرز دوله بتاخد المفهوم الامريكي هي امريكا، ولو جينا نبص بعد كده للتطبيقات هنلاقيها تطبيقات نادره في العالم. يمكن البرازيل تعملوا زيهم، بس مفيش تطبيقات شائعه ولا كتيره جدا. المفهوم الاوروبي اغلب دول العالم بتاخد دي، وبتاخد دي بالقدر الاول لابعاد او لايه؟ لاهداف اجتماعيه، عايز اقول لكم حاجه، لو جينا نبص للواقع بتاعنا هنا في مصر، احنا بعد الثوره المصانع قفلت، صح؟ لما المصانع قفلت الناس اللي فيها حصل لهم ايه؟ طلعوا بره، صح؟ هل تفتكروا ان مثلا عندنا الجهاز الاداري للدوله ما كانش فيه مشاكل؟ كان فيه مشاكل كتير. طب هم قدروا ان هم مثلا الناس اللي قدروا ان هم يطلعوا موظفين بره؟ احنا يمكن تسمعوا كلام كتير عن اعداد موظفين عندنا في مصر كتير جدا، تسمعوا ان اعدادهم كبيره جدا. مع كده حد قدر ان هو يتخلص من الموظفين؟ لا، لان وضعهم ليه ثبات واستقرار.
واي هزه اجتماعيه فيهم ممكن تؤدي لهزه اجتماعيه فين؟ في البلد كلها. عشان كده قلت لكم ان الوضع بتاعهم وضع ايه؟ حساس. طيب لما الناس طلعت بره اللي هي الناس بتاعت الطباعه خاص لما بقوا على الشمال يعني طلعوا في حته البطاله. طيب مين اللي شالهم؟ الموظفين. الموظفين ليه؟ لان هم كان عندهم وضع يتميز نوعا ما بالثبات والايه؟ والاستقرار. فاهمين الحته اللي انا قلتها لكم بتاعه ان الوظيفه العامه ليها بعد اجتماعي؟ ثبات واستقرار. مش بتدي ثبات واستقرار للموظف بس، لا بتدي ثبات واستقرار للدوله بحالها، بتدي ثبات واستقرار للمجتمع بحاله. بتدي ثبات واستقرار للمجتمع ايه؟ للمجتمع بحاله. طيب المركز القانوني الموظف العام وفقا للمفهوم الاوروبي. المركز القانوني الموظف العام وفقا للقانون الاوروبي هو منفذ تنظيمي يخضع للقوانين والنظام. وطالما جينا قلنا مركز تنظيمي يعني ما تقدرش تقول ان الموظف ليه حق مكتسب في المزايا والامتيازات اللي بتديها له الايه؟ اللي بتديها له الدوله او بتديها له الوظيفه العامه. بعباره اخرى الموظف ما يقدرش يحتج ان ليه حق في بقاء قانون معين او لائحه معينه. وبصفه عامه مفيش حد بيستمد مركزه من قوانين ولا واحد ولا لوائح يقدر يقول ان هو ليه حق ايه؟ مكتسب. القوانين واللوائح لا تعد مصدر للحقوق الايه؟ المكتسب. لكن على العكس من ذلك بالنسبه لعقود العمل الفرديه زي مثلا العقود بتاعت التوظيف في امريكا دي بتعد مصدر لحق ايه؟ مكتسب. ما يقدرش الدوله كرب عمل ان هي تغير العقد بارادتها الايه؟ المفرده. ساعتها الموظف يقول لها فعل غير مشروع لان انت تعديتي على حقوق المكتسبه اللي مصدرها العقد الايه؟ العقد الموقع بيني وبينك. انما الموظف العام عندنا في مصر يقدر يعمل كده؟ لا، الموظف ملوش حق مكتسب في بقاء القوانين واللوائح اللي هو اتعين عليها او اللي صدرت اثناء ايه؟ اثناء تعيين. طيب اداه صدور طلب نظام الموظفين. عشان احنا عارفين دلوقتي ان اللي بينظم اوضاع الموظفين في مصر هي القوانين والايه؟ واللوائح. طيب ايه دور القانون؟ وايه دور اللائحه؟ اولا ايه هو المجال اللي المفروض يتحرر فيه القانون؟ وايه هو المجال اللي المفروض تتحرر فيه اللائحه؟ ايه رايك؟ اولا ايه هي مزايا تنظيم وضع معين وضع الموظفين بواسطه القانون؟ وايه هي مساواته؟ اتفضل. وبالنسبه للقانون اي قرار اداري بيتاخد الهيئه يبقى وفقا للقانون اللي بيتاخد فيه الهيئه. اي قرار وفقا للقانون مثلا انشاء كذا تم عمل مثلا مجازات كذا او ترقيه كذا. بالنسبه للائحه دي لائحه داخليه تنظيميه خاصة بلاحة الجزاءات أو بلاحة المكافآت. شكرا. طبعا اسمع زمريكا عشان انا تاني واحد على طول وقعت في ايه؟ برافو عليك. انما لائحة مشكلة ان انا ممكن اعدلها. برافو عليك. يعني ايه ده تنظيم؟ شكرا اتفضل يا عمر. تنظيم الوضع بتاع الموظف عن طريق قانون يديله ثبات نسبي بالمقارنة بالايه؟ باللائحة. انت عشان تطلع قانون راجل قانوني عند البرلمان. القانون ليه دراسات طويلة ومعقدة لإعداده. الهيئة اللي بتقر بالقانون اللي هي البرلمان ديت هيئة جماعية مركبة من أفراد متعددين، كل واحد فيهم رأي، كل رأي ليه اتجاهات، وكل رأي أو كل رأي كل واحد فيهم محكوم باعتبارات تانية، محكوم باعتبارات ممكن تختلف عن رأي إيه؟ البرلماني اللي قاعد جنبه. فعموما القوانين ليها نوع من انواع الثبات، من الصعب ان هي ايه؟ تتعدل. انما اللائحه
لا، اللائحة تصدر بالإرادة المفردة لجهة الإيه؟ لجهة الإدارة. وبناء على كده اللائحة من السهل إن هي تتعدل. طيب الثبات وصورة التغيير ديت الثبات تتغير على القانون عيب ولا ميزة؟ وصورة التغيير عيب في اللائحة عيب ولا ميزة؟ ايه رأيكم؟ شايف ان القانون ميزة صح؟ برافو عليك كلام جميل جدا. طيب ها طب واللائحة مش ميزة؟ هي برضه ميزة بس هي ماشي كلام جميل. اللائحة برضه ميزة يعني ديت ليها ميزة وديت ليها ميزة. عايز تقول ايه؟ القانون بتاع الثبات بتاع الاستقرار بيبقى عشان ما حدش يقدر يعدل القانون او يبقى سهل قوي ان حضرتك تقول لي اكثر في الاستاذ يعني التنشئ دي او غير تنشئ، فلو سيبناه سهل هيبقى يعني مشكله. انما اللائحه مع تطورات الموجوده في الاداره مع المفهوم اللي بيحصل مع كل حاجه التنسيق بتاعها او القانون في ثباته دوت بيكون ملائم اكتر لتكريس امتيازات وحقوق الايه الموظفين، بحيث ان الاداره ما تجيش في الوقت اللي هي عايزاه تعسف بحقوق الايه الموظفين، لان عسف بحقوق الموظفين هيكون ليه رد فعل اجتماعي واثار اجتماعيه ضخمه جدا. لكن على العكس من ذلك القانون ما ينفعش ننظم فيه سير العمل الإداري، لأن سير العمل الإداري ممكن يتغير. بالعكس كل يوم طرق الإدارة والكلام دوت بتطلع علينا حاجات فيه كتير جديدة. القانون ما ينفعش يعالج الدقائق والتفصيلات، صح ولا مش صح؟ عشان كده بنقول إن القانون دوره هو إقرار المبادئ العامة اللي من أبرزها لازم تكون حقوق الموظفين. ليه؟ عشان ما فيش اي اداره تيجي تقدر ان هي تعسف بهذه الايه؟ الحقوق. لان العسف بالحقوق ديت هيكون ليه رد فعل اجتماعيه، رد فعل اجتماعيه كبيره. ولكن القانون لا يصلح لتنظيم الدقائق والتفصيلات. والقانون برضه لا يصلح لتنظيم سير العمل الاداري. فدول هنعسفهم لايه؟ للايحة. طيب بعد كده احنا شفنا المفاهيم الاجتماعيه كده اللي هي مرتبطه بالوظيفه الايه؟ بالوظيفه العامه. الحاجه الثانيه اللي عند الدكتور اللي هو تعريف الموظف العام وباقي الشغل. مين هو الموظف العام؟ ماشي اتفضل. هو شخص جعل ليه كلام جميل برافو عليك اتفضل. مين عايز يكمل التعريف اللي قاله زمان؟ التعريف اللي قاله قانون 1 بينما قانون 1 فقد نص صراحة وهو يعني مش عارف هل من حق ان انا اقول ان هو غير ملامس للقلب الحقيقة بتحديده لهذا النص ام لا؟ نشكر حضرتك. طيب شكرا. مين عنده كلام تاني؟ طيب احنا عندنا القانون اللي فات فعلا هي عموما قوانين الموظفين المتعاقبة ما بتحرصش على ان هي تحدد بوضوح مين هو الموظف العام او تعرفه بوضوح. فعندي مثلا قانون الخدمه المدنيه اللي فات ويمكن القانون الجديد برضه بيقول ان يعد الموظف عام كل من يشغل احدى الوظائف الوارده بموازنه الوحده. كل من يشغل احدى الوظائف الوارده بموازنه الوحده. طب احنا من خلال التعريف ده ممكن نقول مين هو الموظف العام؟ ها؟ طيب عشان كده دايما
عندنا حكم المحكمة الإدارية العليا حددت فيه مقومات الأساسية لفكرة الموظف العام. فقالت إن هي بتتلخص في أن يكون تعيين الموظف لأداة قانونية، لأداة عمل دائم، يعني لازم يتم تعيينه بأداة قانونية، لأداة عمل دائم. في الوظيفة لازم تتميز بإيه؟ بالدوام. ثلاثة، في خدمة مرفق عام تدوير تديره الدولة أو أحد أشخاص في القانون العام. ثلاث شروط، الشرط الأول صحة إجراءات تولية الموظف العام. لازم الموظف العام يشغل في الوظيفة بتاعته بطريق صحيح قانون، يعني بأداة قانونية حددها، بأداة حددها ايه؟ القانون. طيب احنا لو وصلنا الادوات اللي حددها القانون هنلاقي القرار الاداري صح، وهو دوت الطريق الاصلي لشكل الوظائف العامه عندنا في مصر، اللي هو صدور قرار اداري للتعيين ممن يملكه، وذلك بالتفصيل الذي سوف نتعرض له عند اليه الدخول للوظيفه العامه. بس يهمنا اقول لكم ان كمان في تعاقد، يعني الشخص المتعاقد دوت بيعد موظف ايه؟ موظف عام، لان العقد مع الدوله او احد، لان العقد الاداري يعد من احد وسائل اسناد الوظيفه العامه لشخص معين. طيب على التفصيل برضه اللي انا هنشرحه بعد كده، في كمان الانتخاب، في بعض الوظائف اللي بيتم شغلها بطريقه الايه؟ بطريقه الانتخاب. كل ده ادوات قانونيه، كل الاشخاص دول بينطبق عليهم وصف الموظف العام، مش بس القرار الاداري هو اللي بيثبت وصف الموظف العام على الشخص. في عندي كمان التكليف. تعرفين في بعض كليه الطب مثلا، الطالب وهو داخل بيمضوا على اقرار او تعهد انه يخدم الدوله لمده معينه، اول ما بيتخرج بيطلع له حاجه اسمها قرار ايه؟ تكليف، مده سنتين، سنتين ممكن او مده سنتين. اتفضلي. مؤقت. احنا هنا برافو عليك، الكلام جميل جدا. ماشي، شكرا. اتفضلي يا عمر. هو شغله للوظيفه هو المؤقت، انما الوظيفه ذات نفسها لازم تكون دايما. يعني الشرط عندي هو ديمومه الوظيفه، مش ان الشخص يشغل الوظيفه بصفه ايه؟ بصفه دائمه. وفي فرق بين الاثنين، ودوت هيكون موضوع المحاضره الجايه، بس يعني ايه عشان نتناولها بالظبط. هو واضح التعريف ان هو عمل ده. العمل نفسه مش الوظيفه. العمل الوظيفه. برافو عليك. طيب الشرط الثاني، لازم يكون يعمل في مرفق عام تدير الدولة أو سلطة إدارية بطريقة مباشرة. يعني لازم عشان الشخص يعد موظف عام إنه يعمل في مرفق الدولة بتديره بطريقة مباشرة. يعني الدولة بنفسها بامتيازاتها بسلطاتها هي اللي بتديره. وبيترتب على ذلك نتيجه مهمه جدا، ان احنا هنستبعد المرافق العامه التي لا تدار باسلوب مباشر، وانما مثلا بطريق الامتياز. لما الدوله تجيب ملتزم مرافق عامه وتقول له خد المرفق ده واديله، الموظفين بتوع المرفق لا يعدوا موظفين ايه؟ عموميين. طيب عندي في فرنسا حاجه اسمها شركات الاتصال المختلط، دي حاجة شبه القطاع العام عندنا كده، شركات الاقتصاد المختلط، برضه الموظفين بتوعهم لا يعدوا موظفين ايه؟ عموميين. عندي مثلا شركات القطاع العام، اللي هي بعد كده حلت محلها شركات قطاع الاعمال العام، الموظفين بتوعها لا يعدوا موظفين عموميين. ليه؟ لأن الدولة لا تدير المنفق بأسلوب الإدارة المباشر، على الرغم من ان المنفق بتاع الدولة، او المنفق بتاع الدولة بتاع الدولة بأموال الدولة، بأموال الدولة، ولكن مش الدولة هي اللي بتديره باسلوب ايه؟ باسلوب مباشر. عشان كده نلاقي ان القضاء الاداري عندنا في مصر رفض ان هو يعترف بصفة الموظف العام
للناس اللي هم عاملين في شركات القطاع الايه؟ شركات القطاع العام. طيب الشرط الثاني ديمومة الوظيفة. ديمومة الايه؟ الوظيفة. طالما الشخص بيعمل في منفق عام بتديره الدولة او سلطة ادارية بطريق مباشر وتولى عمله وفقا لاجراءات قانونية صحيحة، الشخص بيعد موظف عام بغض النظر عن اذا كان الوظيفة اللي هو بيباشرها داخلة صلب بالمنفق العام دوت ولا مش داخلة صلب. الاشكالية دوت او الحكة ديت بقولها دي لان عندنا في فرنسا ما بيعتبروش الشخص موظف عام الا اذا كان بيباشر الوظيفة من الوظائف اللي قائم عليها المنفق. يعني لازم الوظيفة تعد جوهرية في عمل المنفق. هديكم مثلا الجامعات مثلا وظيفتها الاساسية ايه؟ التعليم. يبقى بناء على المعيار الفرنسي دوت لا يعد موظفين الا اساتذة الايه؟ الجامعة. بس الجامعة ما فيهاش اساتذة وبس، ده فيها كمان ايه؟ موظفين اداريين وفيها كمان عمال وسعاء وغيرهم. طيب وفقا للتعليم الفرنسي دولت لا يعدوا ايه؟ موظفين عموميين. عندنا احنا بقى هنا في مصر لا، دولت موظفين ايه؟ عموميين. لان الوظيفه اللي بيشغلوها بتتميز بصفه الدوام في منفق عام بتديره الدوله باسلوب الاداره المباشره وتولوا عملهم وفقا لاجراءات صحيحه. طيب الاشكاليه الثانيه إشكالية العمالة المؤقتة. أول ما نيجي نتكلم عن ديمومة الوظيفة تظهر لنا على طول إشكالية العمالة إيه؟ المؤقتة. والإشكالية دي يعني مش بس أصابت إشكالية في الواقع العملي عندنا في مصر، ولكن أصابت إشكالية كمان في تركيا. أغلب الفقهاء عندنا في مصر كانوا بيقولوا ان العامل المؤقت دوت لا يعد موظف ايه؟ موظف عام. انا نظرا لاهميه الموضوع ونظرا لخطورته ونظرا لما اتى به القانون من جديد، انا اخصص باذن الله المحاضره الجايه اولها للاجابه على التساؤل ده. نشوف ابعاد المشكله ايه؟ موقف المشكله في القضاء المصري ايه؟ وايه هي الحلول اللي جا بيها القانون؟ أنا بشكركم جدا على حسن استماعكم.